ولمزيد من النقاش حول استمرار تظاهرات الخريجين والمحاضرين المجانيين في الناصرية وعدد من المحافظات، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الناصرية كاظم ماجد، ناشط في التظاهرات. مرحبا بك معنا سيد كاظم. اهلا وسهلا بك استاذ وبقناتكم وبمتابعيكم الاعزاء. اهلا بكم. كما تعرف هناك تظاهرات للخريجين والمحاضرين المجانيين في الناصرية وفي عدد من المحافظات. في البداية، إلى ماذا ترجع أسباب اتساع رقعة الاحتجاجات في عدد من المحافظات؟ السبب هو تسويف مطالب الخريجين المطالبين بحقوقهم المشروعة، وخصوصا بعض الخريجين قد أمضى أكثر من 10 سنوات على تخرجه دون الحصول على فرصة عمل، وهناك مطالبات مستمرة من تشرين وحتى قبل ثورة تشرين من قبل خريجين وباقي القطاعات والعاطلين عن العمل، لكن لا توجد هناك استجابة من الحكومة لهذه الشرائع المسحوقة والتي قد حصلت على شهادات عليا ولم تراعي الحكومة هذا الجانب. لذلك الطلبة خصوصا عفوا الخريجين قد احتاجوا على التسويف الحكومي وعدم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة، ما دعاهم للضغط على الحكومة وعدم التراجع حتى تحقيق مطالبهم المشروعة أو الاستمرار بالتظاهر والاتجاه نحو التصعيد. طبعا الكثير من الطلبة قد ساهموا في ثورة تشرين ودعموا أبناء تشرين، وكان لهم دور ملموس، بل كان شريحة الشباب هي صاحبة الدور الأقوى في ثورة تشرين، ورغم هذا فإن الحكومة لا تهتم إلى الطلبة ولا تريد أن تراعي هذا الجانب، بل أنها تنفذ أجندة خارجية قد جاءت هذه الأحزاب على يد الاحتلال، والاحتلال لا يريد الخير للعراقيين، لذلك يرى أن الشعب العراقي يرجع تحت نير هذه الأحزاب الفاسدة التي لا تريد أن تسمح حتى للمتظاهر التنين. نعم. يبدو ذلك واضحا أستاذ كاظم في كل تظاهرة للمحاضرين المجانيين أو الخريجين المطالبين بالتعيين، يبدو واضحا كيف تتعامل القوات الأمنية معهم بعنف شديد. بماذا تفسر هذا العنف المستمر من القوات الأمنية لكل من يطالب بحقه من فئة الشباب والطلاب والخريجين؟ هي محاولة بائسة من قبل أحزاب الفساد للقضاء على كل من يريد أن يطالب بحقوقه المشروعة، وبالتالي يكون عبرة للآخرين لكل من يريد أن يحاول أن يطالب رغم سلمية المطالب المشروعة، فإن الحكومة لا تسمح لأن هذه الأموال التي تنفقها بدل أن تنفقها على أبناء الشعب العراقي والخريجين هي تريد تقاسمها بينهم بين أحزابهم وبين أتباعهم، وتريد أن تقوي نفوذها وتمكن نفسها من البقاء لفترة أطول في كراسي الحكم والسيطرة على أبناء الشعب، وكذلك لا تريد للشعب العراقي أن يستعيش ويعيش بكرامة وبما يتمتع به باقي الدول من جيرانه في حقوقه المشروعة، فإن الشعب العراقي قد ابتلي بهذه الأحزاب الفاسدة التي جاءت هي أصلا لتدمير الشعب العراقي والقضاء على أبناء الشعب العراقي. ونراها قد بدأت بحث الفتنة الطائفية والمذهبية بين أبناء الشعب الواحد، وشغلت العراقيين باقتتال طائفي وباقتتال على أساس عرقه، وقد لعبت دورا كبيرا هذه في تدمير أبناء البنية التحتية للبلد، وقد ساهمت مساهمة كبيرة في إفقار وانتشار الجهل بين أبناء الشعب العراقي. أستاذ كاظم، الحكومة تقول بأن هناك أزمة مالية تحول دون توظيف المزيد أو إعطاء درجات وظيفية وما إلى ذلك، سواء للخريجين أو المطالبين بالوظائف وما إلى ذلك. في المقابل نلاحظ أنها تنفق مليارات على الأجهزة الأمنية وعلى حراسات الوزراء وغيرها من الجوانب الأقل أهمية بالنسبة للمواطن العراقي. كيف يمكن فهم سياسة الحكومة تجاه هذه الشريحة المهمة من الشباب؟ سيدي الكريم، لا توجد أزمة مالية، العراق هو بلد خير وثروات، ويمكن أن نقول
كل العالم يمكن ان يمر بازمه ماليه الا الشعب العراقي والوطن العراقي، هذا الوطن الذي فيه الكثير من الخيرات الذي اتت اليه العالم، انقطعت المحيطات واتت مثل امريكا وغيرها للحصول على مكاسب من خيرات العراق. لا يمكن ان يكون العراق هو دوله فقيره، هناك ثروات عديده غير النفط، هناك منافذ حدوديه، هناك زراعه وصناعه طبعا تم تدميرها على الفاسدين، ولكن ما زالت بعض القطاعات التي تعمل منها، هناك جمارك، هناك ضرائب، هذه لم تؤخذ بعين الاعتبار. طبعا بالمناسبه قد تم اقرار الموازنه على 45 دولار برميل واحد تقريبا للعام 21، وقد تجاوز سعر البرميل واحد 85 دولار، يعني لا توجد ازمه ماليه. نحن نقول بان بايقاف قد تم تخصيص تريليون و300 مليار، يعني تريليون و300 مليار هو ليس بالرقم السهل، هو رقم كبير. اين ذهبت هذه الاموال المخصصه للمحافظه؟ لم نرى اي تغيير، لم نرى في المحافظه اي اعمار. لم نرى شيء ملموس يدل على ان هذه الاموال قد تركت بصمه واضحه او عمل معين قد انجزته الحكومه لنقول ان معصوره الى محافظه القيقعه قد تم انفاقه وقد تم انجاز مشاريع معينه. شكرا لك. لم نرى اي شيء غير بعض القضايا التي نستطيع ان نقول هي ضحك على ذكور الشعب، مثلا أشكرك جزيلا أستاذ كاظم ماجد الناشط في التظاهرات، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.